فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد البشير النذير صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى الأصل السادس من أصول الكفر كما ذكرها الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه في المقدمات، عندما ذكر أن أصول الكفر سبعة: الإياب الذاتي، وهو إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليل أو الطبع من غير اختيار، والتحسين العقلي، وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة عقلا على الأغراض، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد والتقليد الرديء. هذا هو الأصل الثالث. والتقليد الرديء هو متابعة الغير لأجل الحمية والتعصب من غير طلب للحق. والربط العادي، هذا هو الأصل الرابع، وهو إثبات التلازم بين أمر وأمر وجودا وعدما على سبيل التأثير. والجهل المركب، هذا هو الأصل الخامس. والجهل المركب وهو أن يجهل الحق ويجهل جهله به. والتمسك في عقائد الإيمان بظواهر أو بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهرها منها وما لا يستحيل. والجهل بالقواعد العقلية، هذا هو الأصل السابع والأخير. الأصل السادس ذكر أنه هو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة. اقرأ يا شيخ. والتمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهرها منها وما لا يستحيل. اقرأ ال بمجرد، يعني يتمسك، يعني يأخذ أي يعتقد مطلق ظواهر الكتاب، الكتاب أي القرآن الكريم، أو ظواهر السنة المحققة عن النبي المرسل صلى الله عليه وسلم من غير، يعني هذا يتعلق بظواهر تفصيل تبيين وتمييز بين ما يستحيل، يعني يمتنع ظاهرها، يعني ظواهر عقائد الإيمان منها، وبين ما لا يستحيل أي لا يمتنع. يبقى إذن ما هو المعيار أو الميزان في أمور العقيدة أو في تعلم العقائد؟ أولا المعتبر هو إيه؟ الأدلة العقلية، لأن دلالتها قطعية،
لا تحتمل الايه الظن، بخلاف الدلالة النقلية فيها القطع وفيها الايه وفيها الظن. ولذلك قال الإمام السنوسي في رسالة أخرى، قال: لا بد من أخذ العقائد وتعلمها أولا من البراهين العقلية اليقينية المشار إليها في كثير من الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب كسورة الإخلاص ونحوها، ثم إذا وجد بعد ذلك من الآيات أو الأحاديث ما يخالف ظاهره ما علمناه من الآيات المحكمة الواضحة وشهدت بصحته الأدلة العقلية اليقينية، وجب أن يعتقد فيه أن ظاهره المستحيل ليس مرادا لله ولا لرسوله قطعا. يبقى عندنا الآن ما هو الأساس؟ الدلالة العقلية أو الآيات أو الأحاديث المحكمات، ليس الإيه؟ المتشابهات. فالآيات المحكمات مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ومثل قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، أو قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فهذه دلالتها قطعية على أن الله تعالى ليس جسما وليس له مكان ولا حد ولا زمان ولا فوق ولا تحت، ولا يوصف بصفات الحوادث أو بصفات المخلوقات، ليس كمثل شيء. فإن جاء نص من الكتاب أو من السنة ظاهره يستحيل أن يعتقد لأنه يخالف الدلالة، هذا الظاهر يخالف الدلالة القطعية، فهل يعقل أن نترك القطعي ونذهب إلى الظني؟ هل يجوز أن نتمسك بالمتشابه ونترك المحكم؟ القاعدة هي أن نرد المتشابهات إلى المحكمات، لأنهن كما قال الله تعالى هن أم الكتاب. لكن الذين في قلوبهم زيغ وعقائدهم فاسدة وعقائدهم فيها تجسيم وتشبيه وفيها قياس الله تعالى على الناس أو على البشر، فهذه تتنافى مع عقيدة التنزيه، فكيف نفعل بالنصوص التي يوهم ظاهرها التشبيه أو التجسيم؟ فلا بد من أمرين: إما أن نكل أو نفوض علم المراد منها إلى الله، ولا نعتقد هذا الذي تدل عليه الدلالة الظاهرة، لا نعتقده ونفوض علم المراد إلى الله تعالى، وهذا هو أسلم. وإما أن نؤول، أي نحمل اللفظ على غير ظاهره، على معنى يتفق مع التنزيه، فهذان طريقتان لمذهب واحد وليس لمذهبين. طريقة السلف هي التفويض، يعني إمرارها كما جاءت، وطريقة الخلف هي التأويل، وهما طريقتان لمذهب واحد هو التنزيه. اقرأ. أما كونه أصلا من أصول الكفر والبدع فلا شك ولا خفاء في ذلك، أما الكفر فأخذ ثانوية القائمين بألوهية النور والظلمة. يعني مثلا لو أخذنا بظواهر النصوص على ظاهرها، دعاء
دون أن نعرف الفرق بين ما يستحيل ظاهره وبين ما لا يستحيل. فيمكن أن نقول بإلهين لا بإله واحد، كأخذ الثانوية، يعني الثانوية الذين يقولون باثنين، ولذلك سموا الثانوية القائلين بألوهية النور والظلمة، يعني عندهم النور إله والظلام إله، ويعنون بالنور الله وبالظلمة الشيطان. فعندهم الشيطان إله، ولكنه إله للشر أو للأرواح الشريرة أو المخلوقات المتمردة، أما الله تعالى فهو للمخلوقات النورانية التي فيها خير وليس فيها شر. يأخذون هذا من قوله تعالى، يعني هم جعلوا النور إلها. تقول له كيف يكون النور إله مع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور؟ فالظلمة والنور مجعولان، يعني مخلوقان، فكيف يكون خالقين وهما مخلوقان؟ أخذا من ظاهر قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. الله فيمسك في كلمة الله نور، يبقى معناها كده النور إله، ولا يعرف أن هذا تعبير مجازي ليس تعبيرا حقيقيا لاستحالة أن يكون النور إلها. لماذا يستحيل أن يكون النور إلها؟ لأنه متغير حادث يوجد وينعدم، والإله تبارك وتعالى يستحيل عليه التغير. يعني مثلا نرى في الليل الظلمة وفي النهار الضياء والنور، فلو كان النور إلها لاستمر، لا يغيب، لا يتغير، لا يتبدل، لكنه متغير ومتبدل ومتحول، إذن فهو ليس إلها. والإله تبارك وتعالى يستحيل عليه التغير ويجب له القدم والبقاء. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر كذلك، وجب حمل الآية على خلاف ظاهرها. إذن كيف نحمل هذه الآية على خلاف ظاهرها؟ الله نور، فيبقى معناها الله منور السماوات والأرض، أو الله خالق لهذا النور الذي نور به العوالم، سواء كان النور حسي زي الشمس والقمر، أو كان معنويا كأنوار الأنبياء والصالحين والأولياء والصديقين. فالله تعالى هو الذي أوجد هذا النور الحسي والمعنوي. يبقى نور السماوات والأرض يعني منورهما أو موجدهما أو مبدعهما. هذا بالنسبة لآية الله نور، لأننا لو أخذنا اللفظ على ظاهره لكان النور إلها، وكيف يكون إلها وهو متغير أو وهو حادث؟ بعد. وإذا كان كذلك وجب حمل الآية الكريمة على خلاف ظاهرها، كآية على العرش استوى. يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، يبقى إذن نقول كذا استواء لا نعلمه، يعني نفوض علمه إلى الله تعالى، وهذه طريقة السلف. أو نقول استوى بمعنى استولى،
من الاستيلاء. ليه؟ لأن الاستواء على ظاهره بمعنى الجلوس معناه إيه؟ أنه تعالى متحيز، وأن له ثقل، وأنه جسم، لأنه لا يجلس أو لا يستقر على شيء إلا إذا كان جسما، ولو كان جسما لانتفت الدلالة القطعية ليس كمثله شيء، وكذلك الدلالة العقلية اليقينية، لأنه لو كان جسما لكان مركبا، ولو كان مركبا لاحتاج إلى من يركبه، وهذا معناه إيه؟ يؤدي إلى حدوثه. فيجب حمل كلمة استوى على أحد أمرين، إما التفويض وإما التأويل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ولا نقول أن التفويض هو مذهب السلف والتأويل هو مذهب الخلف، بل التأويل أيضا هو مذهب السلف، والتأويل يعني ممكن سائل يسأل لماذا ذكر التأويل في القرآن ولم يذكر التفويض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن أين ذكر التفويض؟ المذكور في الآية ليس هو التأويل وإنما هو التفويض، مع أن اسمه إيه؟ التأويل. لماذا؟ لأن المراد بالتأويل هو إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره، فهذا القدر يتفق عليه السلف والخلف. إذن أين محل الخلاف بينهما؟ أن السلف لا يعينون المراد، يعني اتفق السلف والخلف على صرف المعنى الظاهر وأنه غيره، ثم اختلفوا هل نمر الأمر كما جاء ونترك تعيين المراد، أو أننا نعين المراد الذي يتفق مع عقيدة التنزيه، فهما طريقتان، إلا أنهما اجتمعتا في إيه؟ في صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، سواء علمناه أو لم نعلمه. إذن فالتأويل هنا يسمى التأويل الإجمالي، أي التأويل في الجملة. فبناء على هذا يكون هذا هو عينه معنى إيه؟ معنى التفويض. ويد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، لأننا لو أخذنا بظاهر اللفظ أن اليد حسية وهناك أصابع يلزم وهناك عصب ودم ولحم، هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى أن الإله إنسان أو بشر، حتى لو قلنا بنفي الإنسانية والبشرية إنما يبقى معنى الجسمية، وهذا يؤدي إلى التجسيم والتشبيه. إذن فيجب أن نقول كذا، يد كما جاءت في اللفظ، ونكل علم المعنى أو نفوض المعنى إلى الله، وهذه هي طريقة السلف، أو نحمل على معنى يتفق مع التنزيه ونقول المراد باليد القدرة. نعم. وكل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية أيضا لو أن السلفية المعاصرون أخذوا بها على ظاهرها فهذا يؤدي إلى الكفر. يعني مثلا ماذا يقولون في هذه الآية؟ لو أنهم جعلوا الله تعالى جسما وله أبعاد وله أجزاء، وقالوا كل شيء يهلك بما في ذلك اليد وبقية الجسم الإلهي إلا الوجه، فهذا معناه لحوق الفناء أو الهلاك بالذات الإيه؟
الإلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، وهذا يؤدي إلى الكفر. ولذلك اضطر السلفية في هذه الآية إلى التأويل، اضطروا يعني رغم أنوفهم. قال كثير منهم أن الوجه هنا المراد به الذات، إذن فإذا قالوا إن المراد بالوجه هو الذات فمعنى هذا أنهم إيه؟ قالوا بالتأويل، وهذا خروج على مذهبهم، لأنهم لا يقولون بالتأويل وإنما يأخذون بظواهر النصوص، فهم في حيرة، هم في إيه؟ طغيانهم أو في تجسيمهم يعمهون. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم إن قالوا بالتأويل خرجوا من المذهب، وإن قالوا بالظاهر خرجوا من الملة. فالخروج من المذهب أيسر وأخف من الخروج من الإيه؟ من الملة. فلما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اضطروا إلى إيه؟ إلى القول بالتأويل. وما من أحد في بعض النصوص اللي في السنة النبوية وكذلك في القرآن، ما من أحد كما يقول أبو حامد الغزالي إلا واضطر إلى التأويل، يعني مهما كان ينفر ومهما كان بعيدا من التأويل إلا أنه في بعض المواقف يصبح مضطرا لا مفر. يعني مثلا الحجر الأسود يمين الله في أرضه، هل قال أحد من السلف أو الخلف إنها يمين حقيقة لله تعالى؟ لا. كذلك في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما قال أحد من السلف أو الخلف إن لله تعالى جنبا، واضح؟ وكذلك في قوله تعالى تجري بأعيننا في سورة القمر، يعني لو خدنا ظاهر اللفظ تجري بأعيننا يعني معناها محل الجريان هو إيه؟ العين الإلهية أو الأعين الإلهية، السفينة بتجري فيها. وهناك تعبيرات مجازية، أنت تقول هذا الأمر على الرأس والعين، هل تضع فوق عينك ولا هو معنى مجازي؟ كذلك في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، الحديث في صحيح البخاري، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فلا بد في الحديث ده بالذات من التأويل. لماذا؟ لأن الليل ليس في جميع البلاد في وقت واحد، يعني الآن عندكم في بلادكم ليل ولا نهار الآن؟ ها؟ ليل. طب في ثلث الليل الأخير اللي هو في مصر اللي هو الساعة مثلا الواحدة والنصف، ثلث الليل الأخير يبدأ هنا الساعة كام؟ الثالثة والنصف. هناك بيكون إيه؟ نهار ولا ليل؟ نهار. طيب يبقى كيف ينزل في مصر ولا ينزل في ماليزيا؟ لأنه الليل يبقى معنى كده حيظل النزول إيه؟ دائم، يبقى معناها لا يصعد إلى العرش أبدا، لأنه ثلث الليل بيتحول بعد دقائق يبقى في بلد أخرى وبلد أخرى وبلد أخرى هكذا، فيظل في نزول دائم. فما معنى ينزل إيه؟ إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الإيه؟ من الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إيه؟ أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن كل هذه النصوص يجب حملها على إيه؟ على خلاف الظاهر. ومشكلات الكتاب والسنة كثيرة جدا، ولذا اختلف العلماء في هذه المشكلات على ثلاثة مذاهب.
يعني عندنا الآن عشان نخلص في هذا الدرس مشكلات الكتاب والسنة. لا يوجد في الكتاب نفسه مشكلة أو في السنة، وإنما التي تنشأ عن التمسك في عقائد الإيمان بظواهر الكتاب والسنة. لا يجب حمل الأمر على التأويل، ولذلك اختلف العلماء في هذه المشكلات على ثلاثة مذاهب. يعني الأول كنا نعلم أن هناك مذهبين أو طريقتين، طريقة السلف وطريقة، وهنا قال لك ثلاثة. ننظر الأول، المذهب الأول أو الطريق الأول، وجوب تفويض معنى ذلك إلى الله، تفويض بعد القطع بالتنزيه عن الظاهر المستحيل. يعني لا ينفع التفويض وأنت تعتقد الظاهر، هذا ليس تفويض، وهو مذهب السلف، وهذا القول هو أحسن الأقوال وأسهلها. الثاني حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى غير الثمانية. المراد بالثمانية اللي هي صفات المعاني السبعة وصفة الإدراك على القول به، ولهذا تسمى على مذهبه صفات سمعية. في رأي ثاني لا مانع من اعتقاده، وهو أن نحمل هذه النصوص على إنها صفات لله تعالى غير الثمانية وتليق بجلاله وجلاله وسلطانه، ولا نعرف كنه ذاته العلية. وهذا مذهب شيخ أهل السنة أبي الحسن أشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه. لكن المراد بالإثبات، حتى لا نقع في مزالق المجسمة والمشبهة، المراد بالإثبات ليس كما يدعي السلفية أنه إثبات الصفة أو إثبات معنى، وإنما هو إثباتها في اللفظ والورود لا المعنى. فإن الاستواء بمعنى الاستقرار والتمكن والجلوس مستحيل على الله تعالى عقلا وإجماعا. إذن فهي ثابتة في اللفظ، هذا هو المراد بالإثبات، وليس المراد بالإثبات إثبات في في المعنى. فهذا ليس مذهبا للسلف ولا للخلف. ولذلك إذا أردنا تحقيق مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصفات، نجد أنه ليس من السلف وليس من الخلف، لأنه له طريقة أخرى ليست هذه هي التي نسميها هنا بالإثبات. فمثلا إذا أثبتنا لله تعالى صفة اسمها الوجه، بمعنى كده إثبات في اللفظ وليس في المعنى، لأن إثبات المعنى الذي يؤدي إلى التجسيم والتشبيه يستحيل على الله تعالى. لماذا؟ للأدلة القطعية اليقينية، الدلالة العقلية والدلالة النقلية المحكمة، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والثالث اقرأ. والثالث جواز تعيين التأويل للمشكل بما يصح بدلالة. يعني لا نفهم من كلمة إثبات أنه إثبات المعنى، إنما هو إثبات اللفظ، اللفظ وارد وثابت، كما قال الإمام مالك لما سألوا أحد الناس عن الاستواء فقال الاستواء معلوم. وفي كتاب السنة للالكائي، اللالكائي بيقول الاستواء مذكور، يبقى رواية تفسر رواية أخرى، يبقى معلوم أي في الورود والذكر وليس في المعنى، لأنه لو كان معلوما في المعنى لماذا جاء السائل يسأل؟ يبقى هو جاء يسأل عن
عن المعنى. فقال له: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. نعم. والثالث جواز تعيين التأويل بالمشكل بما يصح بدلالة سياق أو بكثرة استعمال العرب. هذا هو المذهب الثالث، وذلك هذا هو الذي يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى فهم اللغة العربية. ولذلك مذهب السلف أعلم، مذهب الخلف أعلم من مذهب السلف، أما مذهب السلف أسلم. ولذلك لماذا كان مذهب السلف أسلم؟ لأنه فيه سلامة لمن ليس عنده الأهلية والتمكن من البحث، فهو يفوض من بداية الأمر. أما طريقة السلف فتحتاج إلى علم وإلى أصول فقه وإلى منطق وإلى لغة وإلى فهم اللسان العربي. ولذلك قال الشيخ اللقاني في الجوهرة: وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني اطلب التنزيه لله تعالى. وهنا نلاحظ أن الشيخ اللقاني قدم التأويل على الإيه؟ على التفويض، لأن ما فيه علم يقدم على ما ليس فيه علم. أوله، قدم إيه؟ التأويل. وخذ بالك التأويل هذا يعتبر إيه؟ التأويل يعتبر إيه؟ مثل الدواء العلاج. والتشبيه أو التجسيم هو سرطان العصر، هو المرض الخبيث الفاتك في هذا العصر بعقائد المسلمين. فعندنا أمراض فتاكة خطيرة، التأويل دواء، والتشبيه والتجسيم هو الداء. لكن متى يأخذ الإنسان الدواء؟ إذا كان مريضا. فلا علاج للتشبيه أو التجسيم إلا التأويل. ولكن إذا حمى الله تعالى قلبك وعقيدتك من الزيغ والتشبيه والتجسيم فأنت لست بحاجة إلى استعمال الدواء. ولذلك قالوا إيه؟ التشبيه أو التجسيم داء، والتأويل دواء، ولكن لا يستعمل الدواء إلا عند المرض. ولذلك نقول: من لا يمكن أن نقتلع التشبيه أو التجسيم من قلبه فلا بد له من هذا العلاج وهو التأويل. أما إذا كان يمكن أو ليس عنده تشبيه أو تجسيم فهذا ليس بحاجة إلى استعمال الدواء. واضح؟ يبقى التشبيه والتجسيم داء، والتأويل هو إيه؟ هو الدواء. يعني نلجأ إلى إيه؟ إلى التأويل. ونقول مثلا لمن هو مصر على اعتقاد الظاهر، يعني واحد متمسك به باعتقاد الظاهر، هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى أن نكذب القرآن بالقرآن أو السنة بالسنة، أو أن يحدث في القرآن تضارب واختلاف وتناقض. فمثلا لو أخذنا بظاهر قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني معنى هذا أن الله تعالى في السماء. طب ماذا نفعل في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ هذا يؤدي إلى القول بإلهين، إله في السماوات وإله في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى هنا في الحالة دي لا نستطيع إلا أن نضرب القرآن أو السنة بعضه ببعض. إذن فلا بد من استعمال الدواء لمن دخلت الشكوك
أو دخل الزيغ أو التشبيه أو التجسيم في عقيدته. نعم. والثالث جواز تعيين التأويل للمشكل بما يصح بدلالة سياق أو بكثرة استعمال العرب لفظ المشكلة فيه، فيحمد النور من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. يبقى الطريق الثالث هو طريق التأويل، يعني يحمل النور في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، يعني منورهما، أو على أن به تعالى ظهرت أنوارها الحسية من شمس وقمر ونجوم وسراج. شوف كده، وهو الذي جعل الشمس نورا، الشمس ضياء والقمر نورا، وأنوارها المعنوية كعلوم الملائكة وعلوم الأنبياء والرسل والأقطاب والأولياء والصالحين والعلماء وأحوالهم السنية التابعة لتلك العلوم والمعارف. فهناك أنوار حسية ومعنوية، من الذي أوجدها؟ الله تعالى. فيحمل المعنى في قوله تعالى الله نور السماوات، يعني الله منورهما، وليس النور الحسي أو المعنوي هو الإله. ليه؟ لأنه يتغير ويتبدل ويتحول ويستحيل على الإله ذلك. فالمعنى أن تلك القلوب والجوارح إنما استنارت بتلك العلوم والأحوال والأعمال بإنارة المولى العظيم لها بذلك، لا بحولها وقوتها. فهو الله تعالى الذي نورها. نعم. فممكن نقول مثلا الله نور السماوات، يعني الله الذي خلق النور، سواء كان النور الحسي أو النور المعنوي. فيكون النور مثلا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الله تعالى نور به الكون. ولماذا سميت المدينة المنورة؟ ليه؟ بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنوار موجودة، ولذلك بعض السلفية يقول تمسك بحديث البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت وأضاء فيها كل شيء، أضاءت، ولما توفي أو لما كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وأظلم فيها كل، فهل نسميها المدينة المظلمة؟ هل يصح هذا؟ لو خدنا بكلام ومثل هذا المجاز والتشبيه مألوف اليوم في عرف الناس يقولون في من توقف، يعني هذا المجاز والتشبيه موجود في اللغة وموجود في أعراف الناس، يعني الناس يقولون في من توقفت عليه أمور البلد وتصرفات أهلها بطريق السداد والعافية، يقول لك فلان ده نور البلدة، يعني هاديها. ويمكن حمل المعنى في الآية الله نور، يعني الله هادي أهل الأرض والسماوات، كما نقول فلان ده نور المجلس، يعني المجلس استنار به وتزين به أو ظهرت محاسنه في المجلس، والله أعلم بمراد. ويحمل الاستواء على القهر والغلبة. يبقى نحمل قوله تعالى على العرش استوى، يعني على معنى الاستواء القهر والغلبة، كما في قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وبعض السلفية يقول لك لا، استوى لو كانت بمعنى الاستيلاء يعني غلب، فكان له منازع، هل لا بد لمن غلب وقهر أن يكون له منازع؟ يعني إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء يبقى معنى كده هناك من نازعه والله تعالى قهره وغلبه، هذا ينكرون الاستواء من أجل هذا المعنى. فنقول لهم أليس الله تعالى اسمه القهار الواحد القهار؟ فهل يلزم من هذا أن يكون هناك منازع؟ لماذا لم تقولوا في القهار أنه لا يجوز؟ لأنه يلزم منه
أن له تعالى منازل. نعم. وتحمل اليد على القدرة. يبقى اليد تحمل على القدرة ويحمل الوجه على الذات. وهم حملوا فعلا الوجه على الذات وإلا لكفروا، لأنهم سوف يقولون بفناء أو بهلاك ما أثبته الله تعالى لنفسه. ويحمل الجنب على الحق، يعني في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله. وتحمل العين على البصر، يعني مثلا قال تعالى ولتصنع على عيني، يبقى العين معناها ايه؟ البصر، يعني أراك وأرعاك وأحفظك، أو الحفظ والعلم. ويحمل الفوق على البطش والغلبة، يخافون ربهم من فوقهم. ويحمل النزول في الحديث على الأمر، يعني ينزل أمره، أو السلطنة والرحمة. وتحمل الأصابع على تعلق الإيه؟ القدرة. وهذا هو مذهب إمام الحرمين. وخذ بالك التأويل نقل عن طائفة من السلف ولكنه قليل، يعني ورد عن سيدنا ابن عباس. التأويل نقل عن طائفة من السلف، قال القرطبي في تفسيره وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض للتأويل، هذا هو المعروف عن السلف، مع قطعهم باستحالة ظواهر النصوص المهمة للتشبيه. وذهب بعضهم، يعني فيه تأويل عند السلف لكنه قليل، إلى تأويلها وحملها على ما يصح في اللسان العربي من غير قطع بتعيين محمل عليها. وممن نقل عنه التأويل من السلف سيدنا ابن عباس، أنه أول الساق بالشدة في قوله تعالى يوم يكشف عن إيه؟ عن ساق. وقد أول أحمد والبخاري وابن جرير وابن خزيمة وابن كثير، وكل دول من علماء السلف. أما تأويل أحمد فقد نقله ابن كثير في البداية والنهاية عند قوله تعالى وجاء ربك. ابن كثير نقل عن الإمام أحمد أنه أول قوله تعالى وجاء ربك، أي جاء ثوابه، لأن المجيء بمعنى الانتقال هذا مستحيل على الله تعالى. وأما البخاري فقد قال البيهقي في الأسماء والصفات إنه أول الضحك في الحديث، يضحك ربك، يعني أوله بالرحمة. وابن جرير أول في قوله، وابن جرير ده من السلف المفسر، ابن جرير الطبري أول في قوله تعالى فاليوم ننساهم، أي نتركهم في العذاب. وابن خزيمة أول الصورة في حديث الصورة في كتاب التوحيد. وابن كثير أول قوله تعالى تجري بأعيننا، قال أي بأمرنا أو بمرأة منا، يعني بمرأة يعني ببصرنا، وتحت حفظنا وكلاءتنا. يبقى التأويل وارد عن الإيه؟ عن السلف أيضا، ولكن في قوله تعالى اللي احنا ذكرنا عن سيدنا عبد الله بن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن إيه؟ عن ساق. التفسير الصحيح ليس لم يقل تعالى يوم يكشف ربنا عن ساقه، يعني ده بيقول يوم يكشف عن ساق. ساق هنا اسم فاعل من الايه؟ من السقي. من ليه؟ لانه في الحديث يقولون في حديث البخاري عطشنا عطشنا، فيكشف عن ساق يعني من يسقيهم. فليس في الايه ايه؟ ان الله تعالى له ساق وله قدم. ساق اسم فاعل من الايه؟ من سقى، سقى يسقي، فهو ساق. لأنه في سياق الحديث لو جبت البخاري بيقولوا عطشنا عطشنا، يكشف عن ساق يعني عن إيه؟ عمن يسقيهم في ساعة الإيه؟ في ساعة العطش. وهو أي المذهب الثالث، وجواز تعيين التأويل
مذهب إمام الحرمين. إمام الحرمين اللي هو مين؟ من هو إمام الحرمين؟ الجويني. والجويني اسمه إيه؟ اسمه عبد الملك أبو المعالي الجويني. إمام الحرمين وهو ليس من الحرمين، هو عراقي خلاص، ولكنه لمجاورته لمكة والمدينة وتعليم الناس وتدريسه سمي إمام. وهو ليس إمام يعني كان يؤم الناس، وإنما إمام يعني في العلم، لأنه كلمة إمام لها كم معنى؟ فاكرين؟ الإمامة معناها التقدم. كلمة إمام يعني زي كلمة أمام، أمام يعني قدام، فالإمامة من التقدم. فكل من تقدم عليك فهو أمامك وهو إمامك، يعني سابق لك وأنت تخطو على إيه؟ على سيره. فالإمامة أربعة أنواع. إمامة بالنص كده، نص كده يعني إيه؟ قال إني جاعلك للناس إماما، نص من الله تعالى، ده نوع. يبقى في إمامة بالنص، وجعلناهم إيه؟ أئمة يهدون به بأمرنا وأوحينا إليه، ده النوع الأول، إمامة إيه؟ بالنص. طب النوع الثاني، النوع الثاني إمامة بمعنى إيه؟ إمامة في العبادة، يعني يؤمنا في الصلاة. هذا إيه؟ إمامة عبادة. النوع الثاني إمامة عبادة. والنوع الثالث إمامة في العلم، زي ما نقول إمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام ابن كثير، الإمام علي، يعني دول إيه؟ أئمة عن علماء. يبقى الإمامة يا إما تكون في الإيه؟ بالنص، أو تكون في العبادة، أو في العلم، دول ثلاثة. إيه الرابع؟ الإمامة بمعنى إيه؟ إمامة المصلحة، يعني الرئاسة، زي رئاسة الدولة، زي الخلافة، اللي بيسموها الإمامة الكبرى. الإمامة الكبرى دي إيه؟ لأن مصالح الدين والدنيا لا تقوم إلا بها، فعشان كده سميت الإمامة إيه؟ العظمى، لأن مصالح العباد لا بد، لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إمام الحرمين هو مين؟ عبد الملك الجويني، وهو الشيخ الإمام مين؟ الغزالي، وجماعة كثيرة من العلماء وذكرنا. وهذا القول أعلم أي أحوج. وأما البدعة الناشئة عن تقليد ظواهر الكتاب والسنة فكثيرة جدا، فأخذ الحشوية، كلمة حشوية نقرأها بإسكان الشين وإيه؟ وفتحها. لما نقول حشوية يعني إيه معنى حشوية؟ نسبة إلى الحشو. الحشو يعني الكلام الفارغ، الكلام الزيادة، أو الحشوية يعني الحشا، مش إلى الحشو. لما قال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة، زي ما يكون واحد مش فاهم. كان زمان كده في المدارس لما نتعلم وإحنا صغار، يكون ولد مش فاهم يقول له ارجع ورا، ردوا هؤلاء إلى إيه؟ حشا الحلقة. فكان اللي ما يفهمش يقول له خليه ورا. فكان دائما البليد واللي مش بيفهم يبقى قاعد فين؟ في آخر صف. فالحشوية عن البلدة، اللي هو ما عندوش إيه؟ مش بيفهم يعني. وأما البدعة الناشئة عن تقليد ظواهر الكتاب والسنة فكثيرة جدا، فأخذ الحشوية الجهة في حقه تعالى من ظواهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء ونحو ذلك، فجعلوا لله تعالى جهة. يعني ما هي الجهة التي يثبتونها لله؟ جهة الإيه؟ العلو. ويلزم من القول أو من إثبات الجهة لله تعالى أحد أمرين، يعني لأن القول بالجهة أو بالمكان يؤدي إلى إيه؟ إلى قدم الجهة أو قدم المكان أو حدوث الإله. يعني لو قلنا إن الله تعالى مكان، يبقى معناه كده المكان قديم مع الله، أو الله حادث مع المكان، وليس هناك أمر ثالث.
ولذلك اضطر ابن تيمية لما قال بالجهة، قال إيه؟ لما علم أنه يلزم منها إيه؟ حدوث الإله، فقال بالجهة ولكنها جهة عدمية. إذن لما يقول جهة عدمية عن معناها لا جهة، لا توجد جهة. ما معنى جهة عدمية؟ طب ما الأولى أن يقول بنفي الجهة، فهو لم يقل بنفي الجهة بل بإثباتها، ثم قال إنها جهة عدمية. ما معنى هذا؟ هل تفهم هذا؟ أقول لك فلان غير موجود، فأنت تقول لي لا ده هو معدوم، لما هي أقول لك غير موجود فأنت ترفض وتقول هو معدوم. ما الفرق بين عدم الجهة وبين الجهة العدمية؟ وكذلك آمنتم ونحو ذلك. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني أي واحد يسألك ربنا سبحانه وتعالى له يد أو ليس له يد أو له وجه أو استوى، أي واحد يسألك عن الصفات الخبرية عن اليد وعن الوجه وعن القدم وعن الاستواء فاعلم أن في قلبه زيغ. لما يقول لك أين الله جهاز من الزائغين، أو يسألك عن اليد فاعلم، لأن الله تعالى قال فأما الذين في قلوب فيتبعون، ما هو يبحث ويسأل ويتتبع المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يعني ايه الفتنة؟ يفتنك، يخليك تشك، يخليك تعتقد أن الله تعالى مثلك، يخلي عندك ايه مرض في القلب، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اكتبنا في زمرة أولئك الناجين من كل فتنة دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولأولادنا ولوالدينا وإخواننا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي آخر شيء من الأصول، قلنا أنواع الشرك كام؟ 6، وأصول الكفر 7، بقي واحد وتنتهي المقدمة الرابعة، ثم ندخل إن شاء الله في الخامسة وبعدها السادسة. قلنا إيه؟ نود أن ننتهي من الأصول 7، ولكن وقت تأخر والاستيعاب أيضا يعني قل، فإن شاء الله حنتوقف إلى بعد العيد إن شاء الله تعالى، فليس هناك دروس إلا بعد العيد إن شاء الله تعالى. واحد يسأل سؤال لماذا تعريف الحيوان الناطق يصدق للإنسان فقط مع أن الجن أيضا حيوان ناطق فالتعريف غير مانع؟ البحث هنا في الحقائق، الإنسان نراه ونرى بعضنا، أما الجن عالم آخر، فإذا واحد من الجن بيدرس المنطق فلما يجي يعرف الجن يقول حيوان ناطق، هو يقول، إنما أنت بتتكلم على مين؟ على إيه؟ على الأنواع اللي أنت تعيش معها. فالمنطق اللي انتم بتدرسوه منطق للإنس وليس للجن. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.